وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي أحمد عتيق. سيد أحمد، مرحبا بك. نريد أن تضعنا في صورة ما حدث من حريق، ما أسبابه، ما هي الأضرار التي خلفها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. أمس الجمعة 17/8 التهم حريق لمخيم النازحين في مخيم مركوبة في قرية الشجيرة مديرية الدريني. طبعا كان أسباب الحريق إصلاح الإفطار يعني أثناء صيامهم قبل المغرب في الساعة 5 عصرا تماما. طبعا كان سبب نشوب الحريق انفجار اللي الغاز التابع للأنبوبة، واشتعلت النيران في القش بسبب أن المبنى أو المباني طبعا مبنية من شعب النخيل. تسببت الأضرار في سلب 35 منزل حسب الإحصائية للمكتب في يومنا هذا. طب هل هناك حوادث أخرى لمخيم الشجيرات وقعت في وقت سابق؟ أخي العزيز أو أستاذ العزيز، نعم، حصلت عدة حرائق نشبت في هذا الشهر الجاري. نشبت 2 حرائق وكان يتم إنقاذها بسرعة. بينما في هذا العام بالتحديد في عام 2020 حصلت أكثر من 5 حرائق. آخر حريق كان قبل أسبوعين نشب واحترق منزل بالكامل. أيضا كيف يمكن أن نوقف مسلسل الحرائق هذا الذي يحدث للنازحين في مخيم الشجيرات؟ أستاذي العزيز، طبعا المخيم الآن أو المخيمات التي يتم بناءها من شعب النخيل طبعا يكون سبب لاشتعال النيران طبعا أو من مخيم عبارة عن خيام تتسبب في اشتعال النيران وتفاقم المعاناة، معاناة النزوح والتهجير ومعاناة عدم وجود المأوى المناسب. المنظمات لا زالت أو مستمرة في الضحك على المجتمع وعمل خيام أو ما يسمى بالمباني من القش ومن صعب النخيل. واضح جدا، وأشكرك جزيل الشكر أحمد عتيق مدير مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي.